السلام عليكم. وبهذا الفيديو ان شاء الله انقل رد الشيخ احمد سلمان بخصوص التقليد وبخصوص من انكر التقليد وحاول ان يستهزئ بالمراجع. انا لا اقصد الاخ السائل اخ اكاديمي، لكن انا اقصد من يروج لهذه الفكرة التي تنتقص من المراجع حفظهم الله. لكن قبل ان استعرض كلام الشيخ احمد سلمان بهذا الشأن، اود ان اشير الى نقطة جدا مهمة، نقطة تميز الشيخ أحمد سلمان عن جميع المحاورين وعن جميع المشايخ، وهي كون الشيخ أحمد سلمان قريب جدا من الشارع ومحتك بشكل كبير بالشارع. يعني الشيخ أحمد سلمان لديه محاضرات، لديه ندوات، لديه مؤتمرات صحفية، ولديه الكثير والكثير من الفعاليات التي تجعله صاحب تأثير جدا كبير على الشارع. وبالتأكيد هذه الأمور لم تأتي اعتباطا، كون الشيخ يمتلك أسلوب جدا جدا راقي، وأيضا أسلوب جدا جدا علمي، وأيضا النزول إلى مستوى العقول لتبيان المعلومة أو الحقيقة التي يبحث عنها السائل. أما الآن فنترككم مع إجابة الشيخ حول مسألة التقليد وما هي نظرية جدة الشيخ أحمد سلمان. أنا أحتاج شوية جهد عشان أفهم شنو علاقة بين مقدمة السؤال والسؤال، لكن لا بأس، نأتي إلى قضية الجواب. يعني السؤال الأخير، أولا القياس لا يقول أحد بحجيته في المذهب الشيعي، زين، شنو ذكرت؟ الاجتهاد والتقليد والقياس، زين، ولا الرأي يقول به أحد من المذهب الشيعي طبعا أتحدث، تبقى قضية الاجتهاد. زين، الآن أنا بسألك سؤال لو ممكن. الآن أنا جدتي عمرها 95 سنة وأمية لا تقرأ ولا تكتب، الآن هي تصلي وما تعرف هي في الركعة الثالثة أو الرابعة، ماذا تفعل؟ جدتي سألك عن جدتي الحين، ما هي الآن ماذا تفعل؟ جدتي؟ إي شو تسوي جدتي الان؟ جدتي شو تسوي؟ هذا سؤالي الحين. هي الحين تبغى تصير اول مره اتحاد وليس عليك الحق، يعني لم نجد الحق. كيف تبحث؟ زين، القلب عندما تبحث بالقلب، لماذا قال الله تعالى يقول نور؟ لا تكلمني الحين، كلم جدتي الحين. جدتي كيف تبحث؟ هذا سؤالي. هي الحين تصلي، الان هي تصلي، ايش تبحث عن شنو؟ هي الآن أذن الظهر، ما تعرف الآن، صلي قصر وتمام، جاي للمتنبي، ما تعرف، ماذا تفعل؟ توجيبه، جاء إعرابي سأل الإمام الحسين سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله، الله لما خلق الخلق؟ قال له إن الله خلق الخلق لكي يعبدوه، قال له وين عرفنا؟ قال عبدناه، قال وين عبدناه؟ قال استغنينا بعبادته عمن سواه، قال له أين السبيل يا ابن رسول الله لمعرفة الله؟ قال له اعرف حجة زمانك واطعه. ما جاوبت جدتي شو تسوي؟ كيف تصلي الان؟ تبحث عن حجة زمانها. تهد الصلاة وتروح يعني ما تصلي؟ جدتي الان بيطلع وقت، شو تسوي الحين؟ افترضت جدتي الحين، هذه جدتي 95 سنة لا تقرأ ولا تكتب ولا شيء، الان هي بتصلي قصر وتمام، شنو تسوي؟ الان اذن الظهر وما تعرف، شو تسوي؟ ابوها خف اي واحد من اي خلاص تقليد، هو هذا التقليد، هذه قلده. زين، وهذا من وين يعرف الحكم؟ من وين جاب الحكم؟ عن جد خب تقليد، هذا تقليد يعني قلد. انت الان تقول بوجوعي غير العالم الى العالم، هو هذا التقليد. احسن، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. خب هذا هو، تاخذ بقول احد ثاني، هذا التقليد. وين في القرآن قصر وتمام؟ هي في شارع المتنبي الحين، ما تعرف قصر وتمام وين في القرآن؟ الصلاة من القرآن، قيموا الصلاة. اي الحين هي الآن أذن الظهر بتصلي، تريد الحكم الآن،
وين بتروح لجدتها وعلاني ما تعرف الحكم. انت جيد جيد جدا قلت انها تسأل ابوها، طبعا ابوها ميت اكيد حتى جدها ميت، تسأل ابنها، فهذا التقليد احسنت، هو هذا التقليد مش شيء اخر، هو هذا التقليد. فانت بالنهاية وجهت للتقليد، اشكرك على اقرارك بحجية التقليد. حبيبي الله يحفظك. طب هو هذا ذاك من وين جاب الحكم؟ انا سألتك الذي اخبر جدتي بانها تقصر، من وين جاب الحكم؟ لا الحكم اللي انت قلت الان من وين جابه؟ انت قلت تسأل وتعمل به، من وين جاب الحكم؟ موجود من خلال، موجود من وين؟ حلال محمد حلال. اي هو هذا الذي قال لجدتي ام 95 سنة انها تصلي قصر، من وين جاب الحكم؟ من ابوه، من جده، من جده وهكذا. يقلد ابوه يعني؟ هي من وين تعلم هذا السؤال؟ الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. واه انت تعرف جدتي او لا؟ اول شيء قبل ما اسلم شيخنا الاخطر هذا الموضوع، هذا الموضوع مشروع مولانا. باختصار قبل ما تتكلم بعدين، كل من يدعوك لترك تقليد الفقهاء يدعو لتقليد جهه اخرى، خذها قاعده، خذها قاعدة. كل من يأتي يدعوك لترك تقليد المرجعية هو يدعو لجهة أخرى من حيث لا يدري، إن لم يكن يدعوك لتقليد نفسه. فأنا أعرف أختصر الطريق طبعا. تفضل. هو مشروع كامل ضد المرجعية والتقليد وضد الكتاب الكافي. الكتاب الكافي مروا عن الشيخ الكليني رضوان الله عليه. يعني هم يقولون الكليني إجا كليني بدعة؟ زين والله. قرب المايك عشان نسمع. يقولون هم بدعة، يعني هم يواجهوننا بالمجالس. يقولون المجالس هاي بدعة. هاي الزيارة، الزيارة معروفة. ايه. يقول الزيارة بدعة. يقول التقليد باطل. بس هو طرح يريد منك جواب. موجودين بالسيارات يجيك تواجه محمد. والله أنا جاهز، اللي يريد يناقش أنا حاضر، هذا أنا بينكم في العراق. الله يحفظ. هذا مشروع كامل وممنهج ومخطط له من تقريبا نصف قرن قبل. تفضل. على شنو جاوب؟ العفو شيخنا، حقيقه السؤال ضخم جدا ومتنوع ويحتاج، لكن عموما سأل عليه الاجتهاد. مولانا هذا الجواب باختصار، تذكر اسمه نظريه جدتي، احفظوها. هذا الجواب يجيك احد يسالك عن ايش، تقول له زين انا الحكم جدتي من وين تجيب الحكم؟ لانه لو واحد ثاني بيقول لك تفتح الروايات وتقرا، زين هي اميه لا تقرا ولا تكتب. هو انا من النهايه اعطيكم الجواب، هو هذا احفظوها نظريه جدتي.